السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من المطبخ الجزائري في رمضان على قناة سي بي سي بنا. اليوم جبت لكم وصفتين كالعادة، اليوم وصفة تقليدية كذلك باش نرضيو الناس اللي تحب التقليدي، وعندنا غولي تاع طرشي الأحمر. إذا نبداو نهضروا على الطبق الرئيسي، راح يكون عندنا اون صوص بلونش ونكومبانيوها بلحم مفروم أو أبيض دجاج، واسمه طبق كما نقولوا حنايا شغل العش. احنا نخدموا هذيك لافيونداشي على شكل عش، يعني كره نحفروها من بعد احنا نعمروها بالحبه تاع البيض. يعني الطبق هذا نقدروا نطيبوا كلش في القدره، كما نقدروا نطيبوا لاصوص برك ونفرغوها في امبيغكس ونستفوا فيها هذيك لافيونداشي المحفوره على شكل عش بالحبه تاع البيض وندخلوها تطيب في الفرن. كما نقدروا نقليوا لافيونداشي فارغه ونديروا لها الحبه تاع البيض ونرجعوها تطيب. يعني ليكم الاختيار، تقدروا تطيبوا هذا الطبق كما حبيتوا، لكن انا اليوم راح نديرو في الفرن. يعني راح نطيب لاصوص بلونش، من بعد راح نستف فيها لافيونداشي ديالي، نعمرها بالبيض وندخلها للفرن. اما المقبله اللي اختاريت لكم اليوم باش نوعوا شويه، مره تحليه مره عجين مره خبز، اليوم اخترت لكم دي غولاد دو بوافرون روج او لفائف الطرشي الاحمر. هاد الطرشي الاحمر كنت شويته في الفرن، قشرته وراح نحضر له حشو اللي راح يكون فيه لو بان دومي. هاد لو بان دومي راح ندير له زوج مغارف تاع لا مايونيز، وندير له شويه بصل، شويه كورنيشون، زوج مغارف تاع الماء ومعدنوس وشويه تاع الطون. راح نعجنو مليح ونحطو كحربوش فوق هذاك الحبه تاع الطرشي المشويه، ونروليها ونقدمها كسلطه او كمقبله. ان شاء الله الميوني هذا يعجبكم وتبقاو معنا في المتابعه حتى نهايه الحصه. اذا نبداو بسم الله. اذا دائما الزيت وشويه تاع الزبده في القدره، البيض ماذا بكم تخيروا البيض، الحبه تاعو تكون صغيره باش تحطوها في هذاك العش، او تكسروها على برا وترفدوا الصفر هذاك مع شويه تاع البياض باش ما يفيض لكمش من هذاك اللحم. اذا اول شيء راح ندير الابيض، عفوا القطعه تاع الدجاج تاعي تتقلى، درت لها العود تاع القرفه، اذا بعد اللي قليناها على الجهتين راح نضيف لها الحبه تاع البصل، ونخليها تتقلى مليح. يعني هذيك الحبه تاع البصل تدبال مليح باش نواصل. اذا هنا اللحم المفروم، انا كنت عجنته من قبل باش نربحوا الوقت نظرا لوقت الحصه. اذا خديت لحم مفروم، درت له حبه جزر غابي في الرقيق، درت له شويه بصل غابي كذلك في الرقيق، يعني رحيته في سكرفاج، ودرت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه سكنجبير، ودرت شويه معدنوس وزوج مغارف تاع لا شابلوغ. يعني كورتهم ودرت مغرفه تاع لا فارين باش كي نديروا هذوك الاعشاش ما ينحلناش لا فيونداشي في القدره ولا فاش راح نطيبوه. اذا نخليوه هو يتقلى وحنا نروحوا نشكلوا الاعشاش تاعنا. تبقى لنا الحمص بعد اللي نمرقوا، ناخذ كره يعني متوسطه، نعطيوها نحفروها، يعني نعطيوها شكل عش. قسمه الفدنة الحبه تاع البيض، وقلت لكم اختاروا البيض الصغير.
يعني تقدروا تعاودوا تجوزوهم في لابانيوغ ولا ديروا لهم برك لا شابلوغ وتقليوهم باش يعطوكم منظر شباب. شوفوا انتم الطريقه اللي تجيكم سهله اخدموا بها، يعني كان جاكم سهل باش تقليوهم ديروهم في لابانيوغ ولا ديروهم غير في لا شابلوغ وقليوهم، كان جاتكم اسهل انكم تدخلوهم الفوغ كي طيب لاصوص فرغوها في لو بلا ديالكم وستفوهم وهما هكا في لو بلا وديكسروا الحبه تاع البيض. تحبوا كانت عندكم طنجره عريضه يعني في طنجره راح تحطوا تستفوا هاد الاعشاش وتحطوا البيض عفوا. يعني شوفوا نتوما كيفاش تساعدكم الطريقه والطريقه اللي تجيكم سهله اخدموا بها. انا نرمي لها نمرقها وندير لها الملح ونجيب الملح والسكنجبير ندير شويه ما باش ما يتحرقوش لي زيبيس. نجيب الكركم ديرلها شويه معدنوس قيس مغرفة هني ونمزقها إذن هذا انا من بعد راح نوصل الطريقه. الان نمر للمقبله اللي قلت لكم ملي غولات دو بوافون روج اوطون، يعني راح نجبد فاش نخدم باش نرولي فيه. يعني اول شيء راح ناخذ لو بان دومي نفتو وكيما على بالكم يعني هو يتفتت بكل سهوله. ديروا حسب واش عندنا، انا لهنا عندي غير 3 حبات صغار فراح ننقص ندير لها المعدنوس هذا خير. ندير لها لا مايونيز ملعقتين مايونيز راح نديرو شويه بصل نديرو شويه طون يعني حسب الكميه اللي عندنا ونقطعوا لها لي كورنيشون يعني راح ندير زوج يكفي لهاد الكميه اللي عندنا.
كل ما قطعته رقيق كان أحسن. وراح نضيف عليه ملعقة أو ملعقتين تاع الماء حتى يتعجن. ندير كذلك شوية ملح شوية فلفل كحل. إذن هذا زيت اني ما درتش كميه كبيره. لي كورنيشون نخلوهم للديكور، المعدنوس كذلك للديكور، والباقي ما نسحقوش. إذن هذه سلطه من السلطات الخفيفه، يعني تقدر تكون مقبلات، تقدر تكون ديكور تاع يعني مع سلطه واحده اخرى، يعني يكون الخس الاخضر وهي معه. سورتو في هذا الوقت يعني نوجدوا الطرشي بدا يحمر من السخانه فيكون متوفر، فانا نحب كي يكون وقته، لانه بعد في الشتاء يولي عزيز هذاك الطرشي الاحمر، فنحب اني في الشتاء نشويه ونخبيه باش ندير به هاد السلطات. وكاين عده سلطات نقدروا نحضروها. راح ناخذوا كميه. ثم من الأحسن إذا لقيتوا هذاك الفلفل الطويل هو اللي يجي كما نقولوا يعمر العين، أما هادو سي دي ميني، يعني هكذا راح تكون عفسة خفيفة. هكذا يعني أنا راح نكمل نعمر الطرشي اللي عندي بالخبز اللب والطن باش نديرو مقبله. وقعد لي اني نقلي هادوك العشاش تاع نعمرهم بالبيض ونقليهم. وتوجد يعني الصلصه تاعي او لاصوص ديالي، المرقه ديالي اللي فيها هذاك الفخذ تاع الدجاج، يعني هو نستناه يطيب ونقلي هادوك هذاك اللحم. ونتلاقاو في طاوله التقديم، فبقاو معنا وما تروحوش بعيد. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين معنا بعد اللي جهزت اطباقنا لنهار اليوم. مرحبا بكم على الطاوله باش تشوفوا واش طيبنا. اذا كنا درنا طبق الاعشاش او طبق العش، كانت اون صوص بلونش طيبناها بالحمص، يعني مرقه بيضاء بالحمص، وكانت هذيك لا فيون داشي اللي دوزناها بالجزر غابي باش يزكي لنا هذيك لا فيون داشي وباش يطريها لنا. كان فيها البصل، كان فيها البيض، كانوا فيها لي زيبيس. عجناها كورناها، من بعد عطيناها شكل عش، وقلت لكم عندكم عده اختيارات كيفاش تطيبوا هاد العش. اذا تحبوا تقليوهم كما راهم من بعد ديروا حبه تاع البيض ودخلوها الفوق، تحبوا تدخلوه الفرن مباشره، او تحبوا ديروها في الطنجره، يعني ليكم الاختيار. الطريقه السهله اللي جاتكم تخدموا بها. قلت لكم هذا طبق من الشرق الجزائري. اما المقبله تاع نهار اليوم فاخترت اني ندير لكم دي غولات دو بوفون روج فارسي او طون. يعني كنا شوينا هذاك الطرشي في الفول بعد اللي دهناه بالزيت، قشرناه ودرنا الحشو اللي كان عباره عن خبز اللب او باندومي،
خلطناه مع علبتين تاع الطون ودرنا له لا مايونيز، كانت زوج مغارف تاع مايونيز، درنا له شويه بصل مقطع رقيق، شويه تاع لي كورنيشون كذلك مقطع رقيق، ودرنا له مغرفه تاع الماء باش نعجنوا بها هذاك لو بان دو مي. اذا عجننا هذوك المكونات مليح، حربشناها كما يقولوا، او تقدروا ديروها في بوشادو، يعني نتوما ولا ميثود تاعكم كيفاش تخدموا فوق هذاك لو بوافون ورولينه. وقلت لكم من المحسن من الاحسن انكم ما تجيبوش هذاك الطرشي مكور كما جبت انا، وانما يكون هذاك الطرشي طويل هو اللي حيساعدكم كي تروليوه. اذا رولينه وقدمناه كما راكم تشوفوا بليكاب وفرماج اون كوب، وتقدروا تزيدوا تقدموا معاه لا مايونيز او لا صوص طارتار. اذا نتمنى انه اطباقي تاع نهار اليوم تنال رضاكم واعجابكم، وتعاودوها ان شاء الله، ونقول لكم بالصحه ولهنا، صحه فطوركم وصحه سحوركم، تهلاو في صحتكم، والى ملتقى قريب ان شاء الله.